عسلامة مسيو. عسلامة يلا. لبس عليك. الحمد لله. قدم لنا روحك. بون، أنا اسمي فتحي، مقيم بباريس وليا 35 سنة. ما شاء الله، مرحبا بك في تونس. عايشك عايشك. أنا باش نحكيو على أسباب الهجرة. أسباب الهجرة منقسمة على كل 20 سنة فيها فئة. دونك من بعد الحرب يعني العشرين سنة جاءوا يعني من شمال أفريقيا، اللي تونس هي شمال أفريقيا، مشاو لفرنسا يعني بتغطولات، فهمتني؟ هكا هو، فهمت؟ بعد 20 سنة الجنراسيون هذيك جابوا أولاد. إلى هذا اليوم فما تقريب 7 جنراسيون، فهمت؟ أنا مانيش من الجنراسيون هذوما، ولكن أنا الامبلويور نتاعي بتونس هو اللي بعثني لفرنسا، فهمت؟ توا 35 سنة والحمد لله، يعني نستكثر خيره الامبلويور التونسي اللي بعثني لفرنسا وقمت بواجبي، و في الوقت الحاضر لازم تعرفوا اللي ثم معناتها فئات، كل 20 سنة فئات، وثم كثير من الجنراسيون هذه الستيام جنراسيون بباريس وبفرنسا ما يعرفوش مليح البلاد، وخاتيهم مساكن ما عندهم حتى ذنب، يعني معتبرين مولودين في فرنسا كيما ولادي، ني اون فرانس سكولاريزي اون فرانس، دونك ما عندهم حتى ذنب كان ثم حاجة معناتها بجد، بحيث ما نجموش نعمو الست جنراسيون، ما نجموش نعموهم، لأنه كل 20 سنة يجيبوا أطفال، والأطفال هذوما يتزوجوا يجيبوا أطفال أخرين، حتى وصلنا توا، فهمتني ولا لا؟ بعد الحرب بمئة سنة، ما 80 سنة، فهمتني؟ مسيو، توا فما معناها ولات فما صعوبات في أخذ التأشيرة، يعني عكس قبل. نعم، ثم برشا صعوبات، وشيء يوجع القلب إذا كانت تشترى تونسي بدون أوراق، يعني في الشوارع يتلاوح ولا حاجة. وقع عندنا تقريب 10 سنين يعني في باريس، نهزوا شوية الماكلة، الأخوان التونسيين يهزوا يعني يطيبوا الماكلة في الدار، وهزوهم للأصحاب التوانسة، لأصحاب غير بدون تأشيرة. ولكن الآن توا ما عادش ثم حتى تونسي قاعد بدون تأشيرة، لأن فهمتني ولا لا؟ الإميجريشن يعني وقفت تماما، بقى كان اللي يحرق الباتو هذاك، فهمتني؟ ما عندي حتى خبر، وقليلين ياسر، لأنهم يمشيوا إن فوا دخلوا لإيطاليا، يمشيوا لعائلاتهم، يعني يسكنوا في عائلات مع عائلاتهم، وبعد يلوج يفتش على خدمة ويخدم على روحه، فهمتني؟ ولكن صعيب شوية، ما عنديش مخالطة شنو اللي صار. جينيرالمون أنت مع أو ضد الهجرة الغير شرعية؟ أورغانيزي، لازم تكون هجرة يعني أورغانيزي، سيتادير يلزم الحاكم الفرنساوي يطلب من تونس يعمل ليستا ويقول أنا حاجتي، لأن توا رسولات يوم حاشتهم أطباء، حاشتهم ديزانفيرمي، حاشتهم دي عمم معناتها أجون تكنيسيان في البلومبري، حاشتهم في كل شيء، حيث يجب يكون الأحسن اتفاقيات ما بين دولة تونس ودولة فرنسا ولا ألمانيا زادة، ويعطيهم لليست دي تكنيسيان كيزون بزوان، ينون با ما عندهمش الطب في فرنسا، ما ثماش، باش نمشي للطبيب ما ثماش طبيب، الوغ في تونس فهمني ثم كثير من الاطباء يا اخي، إلي غران طون فهمني ولا لا؟ باش فهمني يعني لافير ليزافير هذوما يقع اجتماع ويشوفوا تونس ينجموش يبعثوا لهم فهمني اطباء ولا بلومبيي ولا فهمني في البانتور، اما هذا يا اخي انا تونسي وطني وما ننساش فهمتني ولا لا؟ ميزوريجين مالغري كو عندي يعني جواز اوروبيان، ولكن يا اخي هذا بالمال هكاك يطلع في البط ويغرق ويموت واحد وكله يجي السفوار، اذا كان الدوله الفرنسيه السيد هذاك عنده دبلوم
شنو باش نقعدوا حتى الى هذا الزمان بعد الحرب تا 100 سنه فهمني ولا لا، ونقبلوا في اوروبا ناس ما عندهمش لا دبلوم لا واحده شيء. انا هذا هو رايي يعني، مع كل فهمتني واحد ما ننساش معناتها اولادنا هنا لجينيراسيون ما ننسى حتى شيء. انا عندي اولاد تا ديزانجينيور في فرنسا، تولدوا في فرنسا، و عندي بنيه وولاد يعني ديزانجينيور، مش معناتها باش نسد الابواب الى الجينيراسيون، ولكن هنا ثم سيربلو دو كادر. vous avez madame faut travailler dessus hein faut que les deux gouvernements تفهموا. قول يا اخي ها ونبعث لك فهمتني ولا فهمني، قطع النظر اللي الشركات الفرنساويين قاعدين يخدموا مع ديزانجينيور فهمتني en numérique à distance c'est-à-dire من بعيد فهمتني ولا لا، يخدم الدولة الفرنسية تخدم مع ديزانجينيور اون نوميريك فهمتني ولا لا ديجيتال سورتو، وهو موجود في تونس وما نعرفش يعطيه يعني يخلصوا يعني بار ترانسميسيون قداش يخلصوا، بحيث الوقت الحاضر الحاكم الفرنساوي رابح بيسك يقول لك لا ما نعطيكش فيزا لانجينيور، انا حاشي انجينيور ما يسموكوت موان شيخ اقعد غادي في تونس انجينيور تو فهمتني مدام. Je ne sais pas, je suis pas politicien, je ne sais pas, mais il faut réviser, il est grand temps de réviser l'حكايه هذه ووقفه الحكايه اللي يقطع البحر وكل اللي رسم معناتها شيء يوجع القلب معناتها فهمتني. بعد نوليو متهومين نحن فهمتني ولا متهومين، تونس تولي متهومه بتخرج يعني في سميوهم افريقيين وواحد ودخلت بعضهم كل بقعه. يا اخي يجب تكون عندها الدوله، يجب تكون عندها يعني سا سوفرينتي، لا اوكين بيرسون نو كيت لي يخرج من الحدود لي زو تيريتوريال فهمتني. وراي الرئيس قيس سعيد ممتاز جدا ولا فهمت، il faut faire des réunions, il faut se rencontrer les diplomates et faire des réunions et dans le cadre de la conjoncture actuelle l'Europe حاجتها بخمسة ملايين، كل عامين حاجتها بخمسة ملايين من كل نوع. يا اخي هاو نعطيك انا نعطيك ولكن بصفه قانونيه، تحبش يا سيدي تعمل لي كونترات نتاع 200 طبيب ولكن على عامين برك، باهي طيب نبداو هكاك ساعه فهمتني. ما هكا قاعدين نتفرجوا هكا اولادنا فهمتني عندهم الشهايد واحد وكله يبداو يفتش في الخدمه غوش يا دروات. نو كوتي مدام بون على كل يعطيك الصحة مسيو، نخلي لك الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة فهمتني بارك الله فيكم القناة، ويجب فهمتني اللي تسمعوا يعني الآراء تاع اللي مهاجرين، ما عادش مهاجر أنا ما عادش مهاجرين تو عندي دو ريزيدونس والحمد لله، وهذا هذه البلاد الوحيدة اللي سمحت وقت بورقيبة باش نجم نعمل دو ريزيدونس، ما تنساوش هذا ها؟ ما ننساوش هذا دو يعني دو باسبور يعني فهمت؟ وبارك الله فيكم. أوكي مدام